ونئوا رفيقنا عبد الحليم بقالي على استعادته لحريته. المعتقل السياسي تحية نضالية وحرم البضحية تحية نضالية يوم الصبحية. بعد سنتين من السجن الظالم الذي صدر في حقه في أوج الغليان الشعبي الذي كان تشهد المنطقة ومن خلاله نحيي كافة المعتقلين السياسيين ولا سيما معتقلي حركة عيش فبراير بالسجن المدني بالحسيمة ونطالب بإطلاق سراحهم. لا يفوتني كذلك أن أحيي عائلة البقالي التي تحملت ونحن نعاين وضعيتهم تحملت مشاق كثيرة ومحن وعذابات نفسية وهم يتفقدون ويطلعون على أحوال ابنهم وهو وراء القضبان وبالمناسبة أحييه. وباسمكم أحيي كافة الهيئة التقدمية حاضرة معنا والجمعيات المناضلة ومجموعة من المناضلين والمناضلات الذين يحضرون معنا في هذه الوقفة التكريمية للمعتقل السياسي عبد الحليم البقالي. كما نحيي بشكل خاص وسائل الإعلام التي جاءت لتغطية هذا الحدث وبالمناسبة نستنكر بشدة ما يتعرض له العديد من الصحفيين من مضايقات من طرف الأجهزة الأمنية للحد من تحركاتهم في نقل الأخبار إلى الرأي العام المحلي والوطني. ونعلن كما أعلن سابقا في بيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامننا ضام شروط واستعدادنا كذلك لتنظيم أشكال احتجاجية من أجل نصرة حرية الصحفيين في تنقلاتهم وفي القيام بواجبهم الإعلامي في تغطية الأحداث التي تعرفها المنطقة. وكما تعلمون فإن هذه اللحظة تجعلنا في واقع الأمر ونحن نتحدث على ننظم هذه الوقفة على شرف المعتقل السياسي العائد إلينا يحذونا نحس فعلا على أننا منتصرون لسبب بسيط هو يعني تفضل جن الفرحة طام قران أش من تف المعتقل إذا كنت طغانا وانتعى صامت وعاد ملتزم بمبادئه وبقناعاته وباستعداده كذلك لمواصلة نضاله بجانب الجماهير الشعبية والقوى التقدمية.